تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمها لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أرحب بفريق عمل اليوم في التنسيق والمتابعة ميرا المري، وفي الإعداد أستاذ يوسف سعد، والمخرج المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بالدكتورة عائشة البسطي، بتشاركنا إن شاء الله في تقديم البرنامج اليوم. دكتورة عائشة، صبحك الله بالخير والنور والسعادة. صبحك الله بالخير والنور والسعادة عبد الله، حياكم الله ويانا مستمعينا في برنامج صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ فقرتنا اللي تعرفونها دائما نبدأ فيها، اللي هي فقرة السوشيال ميديا، أحب أني أذكركم مثل ما تعرفون برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي، مواضيعنا شيقة ومواضيعنا حيوية، وتهم دائما في أهم شيء عندكم اللي هي الصحة والسعادة، فحابينكم تتواصلون معنا خلال الساعة هاي على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما تعودنا في فقراتنا بتكون إن شاء الله متنوعة، منها فقرة السوشيال ميديا والتوعوية، وبنتطرق كذلك لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم. بداية عندنا فقرة السوشيال ميديا وزميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرور دكتورة، عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أسماء، أهلين. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي والأشياء اللي صارت. نحن مستمرين في الإجابة على الأسئلة اللي كانت موجودة على وسم Ask DXB Doctor، وهو وسم تم إطلاقه من يعني بتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي وجامعة الحمد الراشد للطب والعلوم الصحية. ونجاوب فيها على كل الأسئلة اللي وردتنا، واللي عنده أي سؤال يقدر يحطها، وهي بتكون بشكل مستمر نحط الإجابات على التويتر. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نأكد عليها يا جماعة، عدم نشر أي معلومات من دون التأكد من مصادرها. يعني إذا كان معلومة وصلت من مصادر غير رسمية، لازم أروح المصادر الرسمية أشوف هل هي صحيحة ولا لا. صحيح. أيضا الخوف، يعني كل صح نحن في النهاية جائحة عالمية والفيروس موضوع عالمي، لكن الخوف يخلي الإنسان يتصرف تصرفات خطأ. فعشتي دائما نأكد على أهمية إن نحن مثل ما يقولون calm down، وهدوا يا جماعة، لأن يعني ما نباكم تسوون الأشياء مثلا الخطأ. مثلا واحد يوم يخاف بيطرش أي إشاعة بيصدقها. صحيح. مثلا صح. واحد لما بيخاف في أشياء ممكن ما يركز عليها لما يسويها، أو أن أحيانا يبالغ في الشيء لدرجة أنه هو يضر نفسه. فنحن كل النصائح اللي نحط لهم إياها، كيف الواحد يقي نفسه، إيش الأشياء اللي لازم يتجنبها، هاي كفيلة بالوقاية. صحيح. نسألهم كل ما يتابعون الحسابات الصحية في دولة الإمارات، سواء وزارة الصحة أو هيئة الصحة أو دائرة الصحة أبو ظبي أو مركز أبو ظبي للصحة العامة. نحن كنا مستمرين بشكل دائم أيضا مع الجهات يعني الثانية في التوعية بأهمية الوقاية، وكيف واحد يقي نفسه، تجنب التجمعات. يعني لما نقول ما شيء، يعني لا تسوون عرس، مو تسوون عرس داخل البيت.
يعني وهاي الأشياء يعني كلها تدابير ترى وقائية، يعني مو بسافة ما أتجمع برا أتجمع ده صح، بس أنها تدابير وقائية للحد من هذا المرض وانتشاره كذلك. غيرها دكتورة نحن يعني نشجعهم أن يعني يتمون في البيت، يعني أكبر دعم بيسوونه أنهم ما يطلعوا من البيت. صحيح صحيح. ومرات الواحد يمكن حتى يقول في أشياء ضروري، صح الواحد بس يكمل شيء ضروري ويرجع للبيت، يعني كوقاية. وكل ما نقول الوقاية خير من العلاج، في غرض بشتري برد البيت. صحيح. يعني مو بأسير أحاوط وأيلس ويعني في أشياء وفي أشياء نفس ما ذكرتيها حتى الباحة، يعني أشياء وايد يقدر الواحد يسويها في البيت ويستفيد كذلك من وقته. يقول له شو رأيك عبد الله؟ نعم أيضا أختي أسماء، مثل ما ذكرتي وأنت دائما تنصحين بأن في هيئة الصحة بدبي عندنا مبادرة طبيب لكل مواطن. صحيح. دكتورة عاشر وايد يقدرون يستفيدون من هالبرنامج. صحيح. وهو في بيته يعني يتصل ويكون رد هناك من الاستشاريين اللي موجودين في كل الإجراءات، وأي استفسارات يحتاج يعرفها سواء يعني كمعلومات وقائية عن الكورونا فيروس أو حتى عن يعني أمور صحية هو يبقى. صحيح. ومثل ما تعرفين اليوم حتى نحن المبادرات اللي موجودة في هيئة الصحة أختي أسماء كثيرة، يعني طبيب لكل مواطن، دوائي، حتى الدواء ممكن يوصل له لين البيت، يعني ما يحتاج أنه يصير المستشفى. فعلا صحيح. ونختمها بالرسالة الإيجابية الصباحية اللي تقول: لا نعترف بوجود المستحيل في دولة الإمارات، وأن أردت أن تحقق ما تتمناه فعليك أن تؤمن بعدم وجودها. نحن ما بس يعني نحن ما نعترف أصلاً أن المستحيل موجود، فأكدوا أن الجميع قادر أن يقدم الأفضل لأن نحن في دولة الإمارات، دولة لا مستحيل. ودمتم بالصحة والسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. شكرا يا أسماء. دكتورة عاشة، مثل ما قالت أسماء اليوم يعني مع الوضع الراهن في دولة الإمارات وفي العالم أجمع. صحيح. ولكن نحن اللي يميز دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله بيعني رؤية الحكومة وتواجد الحكومة في ال- 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 الوضع هذا، يعني صحيح. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، يعني وجودهم واهتمامهم بهذا الشيء، فهذا مفروض أن نحن سواء يعني مواطنين أو مقيمين في هاي الدولة لابد أن تكون ثقتنا كبيرة جدا. صحيح. في مؤسساتنا الصحية ثقتنا تكون كبيرة جدا في الخدمات الصحية، وثقون يعني كامل الثقة بأن كل الأشياء يعني الإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية اللي تاخذها الدولة هناك فرق عمل تشتغل 24 ساعة. صحيح. وهذا كله طبعا لمصلحة المجتمع ككل. في مداخلة نرجع مستمعينا لفقراتنا، عندنا فقرتنا التوعوية، وطبعا فقرتنا التوعوية مثل ما عودناكم في تتنوع كل يوم بموضوع مهم، وكل يوم يكون موضوعنا أهم عن اليوم السابق. طبعا اليوم موضوعنا عبد الله جدا مهم ويختص بتقوية المناعة الأقذية والجهاز المناعي. أنا صراحة يوم سمع يوم يعني قريت ال العنوان صراحة شفت انه يعني بيكون حيوي جدا، لان صحيح. اليوم مثل ما تعرفين دكتورة ان هناك الكثير من التساؤلات، هل في علاج للكورونا فيروس؟ كذلك وقاية، في اكلات وقاية. تقي نعم. سبحان الله، يعني الاكل او التغذية لها دور كبير سواء في الوقاية او العلاج من امراض كثيرة. نعم. ويانا اخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الاستاذة عفراء ابراهيم، وبتحدثنا اكثر عن دور التغذية في الجهاز المناعي. صباح الله بالخير استاذة عفراء. صباح الصحة والأمعة مستمعينا اليوم، وإن شاء الله تكون هناك استفادة بفقرتنا إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا أختي عفراء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. وأنتوا طبعا يعني فقرتكم هاي وايد مهمة دائما في البرنامج هذا، ولكن خلال هالأيام يعني نشكركم على اختياركم أيضا المواضيع اللي تقدمونها، لأن كثير هناك من التساؤلات في الوقت الحالي عن موضوع الكورونا فيروس، كيف أنه يعني مثلا ترتفع، نعم كيف أن الإنسان يقدر بأن يعني يرفع من المناعة على أساس أنه يكون أيضا جانب من العلاج. طيب. نعم. طبعا احنا كلنا والعالم مع نعيش اجواء متوتره بسبب اجتياح هذا الوباء، وباء كورونا الجائح الذي يهدد العالم. وحاليا كل منظمات الصحه العالميه سلطت الاضواء على الاهتمام بتنشيط الجهاز المناعي لامكانيه مقاومه المرض او مضاعفاته. نعم.
ومن الناحية التغذوية بالنسبة لنا احنا راح نتكلم عن النعم اللي الله عطانا إياها واللي هي موجودة والمتوفرة حوالينا، وكيف ممكن نقي جسمنا أو نقوي، نحاول تأثير إيجابي على الجهاز المناعي ويساعدنا. نعم. منها عندنا أول واحد طبعا أقوى الأغذية هي الثوم. الثوم تم تصنيف الثوم أو الدراسات اللي بنت عليه أنه مضاد للأكسدة. مضادات الأكسدة إحنا الجسم وايد يحتاجها، منها لتنشيط الجهاز المناعي، طبعا لها تأثير كبير على الجهاز المناعي، منها فيتامين A، فيتامين G، فيتامين H، هاي كلها تلعب دور في هذا التنشيط. بالإضافة أن الثوم يحتوي على معدل السيلينيوم اللي له ارتباط مباشر بتنشيط الجهاز المناعي، ونفس هالمعدل السيلينيوم موجود في المكسرات ومنها الجوز بالذات لغناء بعنصر السيلينيوم، بالتالي ينعكس على تنشيط هذا الجهاز. عندنا الخضروات ومن يسمونها خضروات الصليبية، الفصيلة الصليبية مثل الملفوف والزهرة والبروكلي، وايد عندنا تساؤلات عن البروكلي واللف، ومنها كذلك من الخضروات عندنا الطماطم. هاي مواد غنية بمضادات الأكسدة اللي تلعب مثل ما قلنا لها دور في الجهاز المناعي ومقاومة الجهاز وتنشيطه. كذلك عندنا السمك وزيت السمك. السمك يحتوي على أوميجا 3، وهاي الأوميجا 3 تعتبر الدراسات اللي تعليها من مضادات الالتهاب، إذا تساعدنا في تحسين الوضع للجهاز المناعي. منها من الأسماك الغنية بهاي الزيوت عندنا التونة اللي من فصائل احنا نقول عنها القباب، في بلدان يقول عنها بلاميط، الماكريل، السلمون، السردين، كل هاي من انواع الاسماك اللي تحوي غنيه باوميجا 3. نعم. عندنا الالبان مدعمه بالبروبايوتيك المخمره، المدعم بهالبروبايوتيك. هاي البروبايوتيك او الالبان المخمره ترفع معدل تواجد انواع من الدهون الحره اللي هي اللي يسمونها الفاتي أسيد لينولينيك، نوع من الأحماض الدهنية، وهذه الأحماض الدهنية لها قدرة على رفع الجهاز المناعي، ترتبط هاي الدراسات برفع الجهاز المناعي، كما أنها تعيق نمو البكتيريا الضارة في الجهاز. هذا بالنسبة للألبان مدعم بروبايتك. عندنا الفواكه ومن أشهرها الكيوي والمشمش، هذا وايد يتكلم عن الإعلام نظرا لغناها كذلك بعد بالمضادات الأكسدة والمنشطة للجهاز. بالنسبة للخضروات والفواكه الطازجة فإحنا ليش كذلك محتاجينها من غير أن ارتباطها بالمضادات؟ لأن العوادم الهضم هذه المواد بعد هضم تود يعني يسمون الآش أو الرماد ماله يكون قلوي على الجسم، وبالتالي تأثيرها يكون إيجابي معناته الصحي على العمليات الأيضية في الجسم، لأن يقول لك الوسط الحامضي كل ما رفعنا الوسط الحامضي في الجسم كان له تأثير سلبي على عمليات الهضم وطرد المركبات الضارة وتنشيط، يعمل على تنشيط الخلايا السليمة بالجسم. بتقولي من وين هي الوسط الحامضي؟ الوسط الحامضي يرفع بكثرة أكل اللحوم وما إلى ذلك، اللحوم والألبان وما إلى ذلك أكثر من الحاجة. نحاول ناخذ الخضروات والفواكه عشان نزيد تأثير إيجابي لتحفيز الجسم والدفاع عنه. ممتاز أستاذ عفرة، كلمة أخيرة توجهينها لجمهورنا ومستمعينا خلال البرنامج بخصوص علاقة الأغذية بالجهاز المناعي. إحنا سمعنا كثير في الإعلام عن الأغذية، الثوم والبصل والفواكه والعسل وما إلى ذلك والشاي وأنواع الشاي، هاي كلها صح هي التهابات ومضادات، لكن في ممارسات أخرى ثانية لازم إحنا نأخذها في الاعتبار اللي هي النوم المريح. تاخذ قصص من النوم المريح ما يقل عن 8 ساعات. صحيح. لان اثبت الدراسات انك تاثر على الخلايا البيضاء اللي واحد من الخطوط الدفاعيه الموجوده في الجسم، لازم نريحها، فلازم ناخذ قصص من النوم. كذلك الاجهاد النفسي والعصبي هذا يولد مواد تثبط من مواد اخرى تساعد وتدعم وظيفه الجهاز المناعي. الاجهاد الزايد على الجسم يقلل كذلك. نعم ايوه. كذلك ممارسه الرياضه تحسن من الدوره الدمويه، تعزز من الاجسام المضاده الموجوده في الجسم. صحيح. يعني الموضوع مش بس اكل، لا كذلك ممارسات رياضه. الاستاذه عفرة ابراهيم اختصاصيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، شكرا لك. حياك الله ويانا. هذا مستمعينا كان موضوعنا بخصوص الاغذيه والجهاز المناعي.
عبد الله، بنطلع فاصل وبنرجع عقب الفاصل. نعم، قبل لا نطلع فاصل دكتورة عاشة، أحب أني أذكر مستمعينا الأعزاء أن حلقتنا الثانية بتكون أو بيكون موضوعنا وايد شيق وحيوي، وبنتكلم عن الحجر المنزلي، أهميته وكيفية الإجراءات، وبتكون معانا الدكتورة سوسن النحاس، رئيس قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا. نعم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مثل ما ذكرنا دكتورة قبل لا نطلع الفاصل، فقرتنا بتكون عن الحجر المنزلي وأهميته وكيفيته، وهذا موضوع جدا مهم خلال هذه الفترة، والكل يتساءل طبعا. صحيح. نعم. وإن شاء الله، وطبعا يعني تساؤلاتنا يفضل تكون وإجاباتها كذلك تكون عن طريق أهل الاختصاص يعني. نعم. نفسهم. ويانا اليوم الدكتورة سوسن النحاس، رئيس قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي كذلك. نعم. تبذل نفس ما عرفنا عبد الله، تبذل. نعم. هيئة الصحة بدبي جهود كبيرة من أجل تعزيز منظومة الوقاية اللي تتبناها لحفظ سلامة أفراد المجتمع وصحتهم، وتوفر. نعم. الهيئة حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة لتخطي الحالة الراهنة اللي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا كوفيد-19، وإلى جانب ذلك وضمن توجهات الدولة وما تم اعتماده رسميا من إجراءات وقائية وتدابير احترازية، الحجر الصحي المنزلي كوسيلة وإجراء وقائي مميز لمنع انتشار الفيروس. نعم. طبعا حول هذا الموضوع أحب أني أرحب بالدكتورة سوسن النحاس، رئيس قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة سوسن صباح الخير. صباح النور، هلا، حياكم الله، ويسعدنا أن نشارك ويكون لنا مداخلة اليوم الشرح عن الحجر المنزلي. نعم. دكتورة سوسن، مثل ما تفضلت الدكتورة عاشة عن أهمية الحجر المنزلي وكيفية اتباع الإجراءات، وبالأخص يعني في الوقت هذا، نحب أنك تعطينا يعني مثلا النبذة عن الموضوع وأهميته. بالنسبة للحجر المنزلي له أهمية كبيرة، يعتبر مسؤولية مجتمعية، واجب وطني لأفراد المجتمع. يعني الدولة ما شاء الله ما قصرت، من أفضل الدول في الإجراءات اللي طبقتها واتبعتها، بس دور كل فرد أنه يساعد الدولة عشان تنجح. صحيح. في إجراءاتها، فهذا كل فرد من الأفراد له دور. بالنسبة الحين إحنا عندنا الحجر المنزلي، الحجر المنزلي شيء ما يخوف، يعني لاحظنا أن في ناس تخاف من هالمصطلح، هو أبدا ما يخوف، بالعكس هم بيعيشون حياتهم الطبيعية. بس إحنا شو بنقصد بالحجر المنزلي؟ إن الأشخاص اللي كانوا رادين من سفر الدول الموبوءة، أو الأشخاص اللي كانوا مخالطين لشخص مؤكد إصابته بالمرض، هاي الأشخاص المفروض تبقى في المنزل، تتجنب أنها الاتصال مع الآخرين لمدة تكون 14 يوم اللي هي مدة حضانة المرض. نعم. ممكن يعيشون حياتهم في المنزل، احنا يفضل انهم يكونون في غرفة فردية جيدة التهوية، فيها دورة مياه خاصة، ما يستقبلون الزوار في هالفترة، يتمون في المنزل، لو بيكلمون اي حد من افراد المنزل على مسافة بعيدة تكون حوالي مترين، ويكونون لابسين الكمامات اللي هي الماسك. نعم. هاي الافراد المفروض دايما تتبع غسل اليدين، نرجع دائما نقول غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، تجنب لمس العينين والأنف والفم، تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، يعني إتيكيت العطس. صحيح. أشياء جدا مهمة وأشياء وقائية وضرورية كذلك. بالضبط، ما يشاركون أغراضهم الشخصية مع أي أشخاص في البيت، تعقيم الغرفة تنظيفها بشكل مستمر، وفي حالة يراقبون نفسهم يراقبون أعراضهم، في حالة ظهر عندهم أعراض هم المفروض يتصلون. نعم. في المستشفيات، يعني يتصلون مثلا ممكن في الإسعاف أو في هيئة الصحة في دبي الكول سنتر، يخبرونهم قبل لا يصيرون العيادة، لازم. نعم. العيادة يكون عندها علم منو بيصير لها، فهم ممكن أو ينسقون معهم كيف يصيرون للعيادة أو المستشفى
وهناك بيحصلون الرعاية الطبية أنهم يتأكدون أول يأخذون منهم فحص ويشوفون إذا عندهم المرض أو لا. نعم. دكتورة سوسن، مثل ما أنت تفضلتي أن موضوع الحجر المنزلي يعني هو شيء يعني مهم ويعني ما يخوف مثل ما ذكرنا في البداية، ولكن أيضا اللي نحن مفروض أن نأكد على الناس أنه ما في تهاون في موضوع المتطلبات والإجراءات الأساسية. لو تكلمينا دكتورة عن المتطلبات الضرورية في موضوع الحجر المنزلي. أوكي، بالنسبة للحجر المنزلي احنا محتاجين ان يكون في مثلا الشخص الحين هو بيدخل في حجر منزلي، طلع مثلا من المطار وقالوا له انت المفروض تصير حجر منزلي، يحاول انه ما يستخدم المواصلات العامة، يلبس الكمامات، يوم بيصير البيت افراد المنزل لو كان في حد معاه من افراد المنزل يبعد عنهم، هم بيوفرون للاكل، لو كان عايش بروحه يحاول انه يوفر مثلا يطلب من السوبر ماركت او من هذا، بس يعني ما يواجه الناس بطريقه مباشره وياخذهم منه. لو هو مريض عنده امراض يكون ادويته موجوده، يكون مثلا ميزان الحراره موجود عنده، نعم، ادوات التنظيف التعقيم تكون موجوده، نعم، ويحاول انه يعني يعتبرها فتره استرخاء، يعني ممكن يستخدمها في القراءة، الرسم، حتى ممارسة الرياضة، استرخاء، ممكن العمل عن بعد، يبدأ يجرب ينمي في نفسه سكيلز جديدة، يعني صحيح يتواصل مع العمل لو كانوا طلاب يبدون يدرسون عن بعد، يعني صحيح. يستغل هاي الفترة وهي بتعدي وبتمضي، ولازم هم في هالطريقة يشجعون نفسهم إن لهم دور مهم جدا جدا في حماية صحيح. أفراد المجتمع. صحيح. نعم. دكتورة سوسن، عندنا بس سؤال عن طريق الرسائل النصية القصيرة. هل يعني أثناء ال 14 يوم الحجر المنزلي هل ممكن الشخص أنه يعني خلينا نقول على سبيل المثال بعد أسبوع ممكن يفحص، ولا الفحص مفروض أنه يكون بعد الانتهاء ال 14 يوم من الحجر المنزلي؟ هو الواقع أن الأفضل بعد 14 يوم لأن فترة حضانة المرض. نعم. بس الأفضل حتى أنه لو ما عنده أي أعراض نعم. حتى عقبها أنه ما، بس لو صارت عنده أي أعراض عقب 5 أيام 7 أيام 10 أيام هي هو المفروض يصير ويفحص، بس لو ما ظهرت عنده أعراض ممكن حتى بدون فحص أنه يتم في المنزل إلى أن تنتهي مدة الحجر الصحي، ويتواصل مع أي شيء يباه ويقدر يتواصل مع هيئة الصحة. طبعا هيئة الصحة موفرة حتى خدمة جميلة جدا، هي طبيب لكل مواطن، يقدر لو هو حس بأي شيء إنه ياخذ موعد يتصل فيهم، هم بيساعدونه حتى لو عنده استفسار يعني وعن بعد، حتى لو 24 ساعة الخدمة. نعم بالضبط، فهي من أفضل الخدمات اللي قدمتها هيئة الصحة، وهي فترة قلنا فترة وبتعدي، بس أهم شيء إنهم يحسون صحيح. دورهم المهم، صحيح لهم دور هام، كل فرد له دور هام. هاي نقطة جدا مهمة دكتورة سوسن طرحتيها، أن هم لهم دور كبير ودوم دور هام كذلك في نعم. وقاية المجتمع وعدم انتشار كذلك المرض. نعم. ودكتورة عايشة أيضا نعم دكتورة عايشة، مثل ما ذكرتي أن الموضوع هذا يعني الإنسان إذا يعني تقرر أنه يكون مثلا في الحجر المنزلي لمدة 14 يوم لابد أنه يقرأ ويتثقف شو الإجراءات الأشياء اللي مفروض أنه يتبعها على أساس أنه ما يتهاون. في النهاية لابد أنه يكون في فائدة ومنفعة من خلال وجوده 14 يوم، وأهم شيء أنه لابد أنه يحط في باله الهدف من هذا الموضوع حمايته وصحته. نفس ما قالت دكتورة سوسن، يعني يشكر دكتورة على هذه النقطة، أنه لا يتخوفوا من اسم حجر منزلي، بالعكس يعني أشياء كثيرة يقدر يسويها خلال هالفترة يعني ال 14 يوم، والوقت ترى يمر، يعني على الأقل دور الكبير في عدم انتشار المرض، أو حتى لو ما كان عنده مرض بالعكس يعني دور كبير قاعد يؤدي للمجتمع. نعم. دكتورة قبل لا ناخذ الحديث معك أيضا أحب أني أذكر مستمعينا الأعزاء أن معانا حاليا نحن على الهواء الدكتورة سوسن النحاس، رئيس قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا الحجر المنزلي أهميته وكيفيته. ممكنكم الاتصال أو التواصل معنا على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. دكتورة سوسن أهلاً. أهلين دكتورة سوسن، حابينك بس تذكرينا مرة ثانية متى يتنفذ الحجر الصحي كيعني وقاية يعني كتذكير مرة ثانية للمستمعين. إذا كان الشخص مخالط نعم. شخص مؤكد إصابته بالمرض نعم،
وإذا كان الشخص راد من السفر من الدول الموبوءة، بس بما أنه وباء عالمي حالياً على منظمة الصحة العالمية، أنه وباء عالمي، يفضل أنه من أي دولة، لو يا من أي دولة، أنه يحجر نفسه لمدة 14 يوم. كلمة أخيرة توجهينها دكتورة سوسن للمستمعين خلال البرنامج. أحب أخبرهم أن هذا واجب وطني، واجب وطني لكل فرد يحاول يساعد الدولة. الدولة مثل ما قلت لك من أفضل الدول في القرارات اللي اتخذتها، صحيح، تنافس دول عظمى كبيرة في قراراتها اللي طلعتها، صحيح. أهم شيء في دولتنا أنها تحمي كل شخص وكل فرد من أفراد المجتمع، نعم. في كل أعمارهم، في كل فئاتهم وجنسياتهم، كل شيء سوته من أجل الجميع. إحنا لازم نساعد الدولة، الحين الدولة محتاجة مساعدتنا إنها يوم تطلع أي قرار نلتزم فيه. صحيح، وكل واحد سواء صغير ولا كبير فالدولة له دور كبير في تنفيذ القرار اللي بينعكس إن شاء الله بشكل إيجابي على تحكم كامل بهذا المرض. نعم، ودكتورة مثل ما تعرفين إن نحن دائما نقول إن هاي فترة مؤقتة. صحيح. فترة مؤقتة إن شاء الله وبتخلص، ولكن يعني جهود الجميع وتكاتف الجميع هو اللي بينجح الفترة إن شاء الله. هذه فترة وبيسرع حتى أن تقلص فترتها كذلك. نعم دكتورة سوسن، بالضبط، هي هدفها الرئيسي الإبطاء في الانتشار. صحيح، يعني هدفها أن هي بيصير ممكن تزيد عدد الحالات بس ببطء إلى أن تنتهي إن شاء الله. كيرف يعني لازم يطلع وبينتهي، أهم شيء أن إحنا نساعدهم في الإبطاء إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة سوسن. شكرا حبيبتي. شكرا دكتورة. دكتورة سوسن النحاس رئيس قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا وتحدثنا عن الحجر المنزلي وأهميته وكيفيته مدة هذه 14 يوم. خلال هذه الفترة الشخص يقدر يسوي أشياء كثيرة ويستقل وقته، والحمد لله كل شيء متوفر. حسب الأعراض خلال هالفترة يتصل على الرقم الموحد 833 لهيئة الصحة في دبي، وأرقام كذلك الوزارة أو أرقام هيئة الصحة في أبو ظبي. دكتورة عاشة، قبل لا نطلع الفاصل عندي سؤال، هل سؤال لك أنت الدكتورة هل يعتبر الحجر المنزلي إجازة مرضية مدفوعة؟ هذا يعتمد على كل هيئة أو مكان العمل، لأنه يعتمد على شروطهم وأحكامهم. صح. يعني يعتمد على كل مكان عمل، يعني في أماكن تعتبره كمدفوع، في أماكن ما تعتبره كمدفوع، وفي يعني قوانين نزلت بخصوص الحجر الصحي. نعم. في فترات معينة، فكل واحد نصيحة يلجأ المكان عمله ويستفسر منهم، والحمد لله الجميع متعاون ويردون على كل هذه التفاصيل بخصوص الإجازات سواء إجازات مرضية وكيف تنحسب عندهم في السيستم. أيضا دكتورة، في هناك دليل إرشادي خاص ومفصل عن موضوع الحجر المنزلي، ممكن أنهم يعني يطالعونه ويشوفون التفاصيل اللي موجودة الخاصة بهذا. صحيح. الموضوع. الحين بنطلع فاصل عبد الله وبنرجع بعد الفاصل بموضوع كذلك مهم وحيوي. موضوعنا مستمعينا الأعزاء بيكون أيضا عن الوقاية المنزلية لمشكلات اللثة والأسنان، وبيكون معنا الدكتور محمد منصور أخصائي طب الأسنان بهيئة الصحة في دبي. ففاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. أحب أن أذكركم مستمعينا الأعزاء بالتواصل معنا على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. دكتورة عاشة، مثل ما ذكرنا نحن أو قبل لا نطلع الفاصل، إن أيضا فقرتنا الثانية بنتحدث اليوم عن الوقاية المنزلية لمشكلات اللثة والأسنان.
نواصل اليوم. طبعا البارحة كنا بعد نفس الموضوع، بس اليوم بنواصل أكثر فيه، اللي هو موضوع الوقاية المنزلية من الأمراض والمشكلات الصحية، وذلك كذلك لتخفيف المراجعات والزيارات غير الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية. وطبعا هذا مستمعينا لوقايتكم كذلك من التعرض لأي عدوى أو أي مرض، خاصة إذا الواحد يقدر يعتني بأسنانه ولثته في البيت. ونستكمل اليوم إن شاء الله ما بدينا البارحة، وهو المشكلات الصحية المتصلة باللثة والأسنان، واللي نركزها اليوم ونركز أكثر اللي هي عند الأطفال. وللحديث عن هالمشكلات وكيفية التعامل معها في المنازل، وذلك أكيد من باب وقاية الأطفال وعفائهم من الزيارات الطبية والخروج من المنازل، يسرنا يكون ويانا اليوم الدكتور محمد منصور، أخصائي طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور محمد. النور والسرور، كيف الحال؟ الله يسلمك، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. مرحبا دكتور محمد. طبعا من بين الإجراءات والتدابير الاحترازية تجاه الكورونا فيروس والتخفيف من المراجعات غير الضرورية للمستشفيات أو المراكز الصحية المختلفة والتي يمكن تجنبها خلال هاي الفترة، كيف دكتور يتم ذلك بالنسبة وبالأخص لمشكلات الأسنان، وأيضا يعني بالأخص للأطفال؟ سؤال مهم. طبعا أثناء الحجر الصحي أو خلنا نقول في الفترة هذه، وايد ضروري أن في البيت نتبع نظام غذاء صحي خالي من السكريات الزايدة، واتباع نظام روتيني في تنظيف الأسنان واللثة. نعم. ونحن طبعا ننصح الكل باستخدام الفرشاة ومعجون الأسنان اللي يحتوي على الفلورايد بعد كل وجبة. فالأطفال لازم طبعا يستخدمون الفرشاة ومعجون الأسنان بعد الريوب وقبل ما يرقدون، فهذا الشيء طبعا ضروري. والمعجون لازم يحتوي على الفلورايد، والفلورايد اللي نحن ننصح فيه ما يقل عن 1000 بارت بير مليون، عادة يكون محدد يعني في عبوة الفلورايد المعجون نفسه. نعم بالضبط. ووايد ضروري طبعا ان نستخدم او نضيف في العناية الفموية خيط الأسنان، خاصة عند المرضى اللي مركبين يعني أجهزة حافظة مسافة أو تقويم أو جسور. فالأطفال اللي مثلا عندهم الأجهزة هذه معرضين أكثر لا تجمع الأكل، فضروري أن يستخدمون الخيوط هذه، وأيضا التفريش يكون يعني بشكل أكثر من مرتين في اليوم. نعم. حتى طريقة التفريش دكتور أكيد لها دور كبير. طبعا طبعا، فنحن دوم ننصح أن يكون في نوع من إشراف من الأهل أثناء تفريش الأطفال، عشان الأطفال مثل ما تعرفين كفاءة التفريش ما تكون زينة. صحيح. فالتفريش لازم التركيز يكون على خط اللثة اللي هو المنطقة اللي تفصل اللثة مع الأسنان، معظم تجمعات الأكل تحصل في المكان هذا. نعم. وطريقة التفريش طبعا يعني إما تكون عادة تكون دائرية، ممكن يستخدمون الفرشاة الإلكترونية أو الفرشاة العادية إذا كان عندهم القدرة أنهم يستخدمونها بالشكل الصح. نعم. نحن ننصح أيضا أولياء الأمور إذا يحسون يعني عيالهم مو قادرين يفرشون هذه الكفاءة يستخدمون الفرشاة الإلكترونية. بالضبط. ونقلل أيضا من السكريات المضرة طبعا للأسنان، خاصة يعني في الفترة هذه. صحيح. مرضى مثلا الأطفال يأكلون السكريات بشكل عام، وخاصة الحلويات اللي تكون يابسة، يعني الأطفال اللي عندهم مثلا حشوات أو عندهم يعني تركيبات، ما نبغى يعني الحلويات اليابسة هذه تكسر الأسنان أو الحشوات أو الأجهزة اللي موجودة بأسنانهم، خاصة في الفترة هذه نحن نحاول نتجنب يعني زيارات أطباء الأسنان مرضى بالضبط، أو زيارات المرضى لأطباء الأسنان، عشان طبعا سلامتهم وصحتهم. صحيح أكيد. وأيضا نحط في بالنا هاي معلومة البعض مو عارفينها، أن التكرار في تناول السكريات أخطر من الكميات. فكثير من الأهالي حاطين في بالهم أنه والله إذا من الكمية قليلة ونكررها يعني في اليوم يمكنها ما تسبب التسوس، وطبعا هاي المعلومة خاطئة، عشان التكرار هو اللي
يعني يساهم في حصول التسوسات اللي يعني اللي نشوفها نحن. نعم دكتور محمد، الشق الثاني من السؤال، يعني خلال الفترة هاي في هناك الكثير من الإجراءات والتدابير الاحترازية، لو تكلمنا يعني مثلا عندما نحن نقول أن في التخفيف يعني أو نطلب التخفيف من المراجعات غير الضرورية للمستشفيات اللي وبالأخص لموضوع الأسنان، شو الحالات اللي ممكن الدكتور محمد يعني الواحد يتعالج فيها في البيت ويقلل المواعيد هاي؟ تمام. طبعا الحالات اللي نحن نعتبرها حالات طارئة للعيادة في الأسنان تكون الحالات اللي الطفل يحس بألم كبير، والألم هذا يعني ما يخف بالمسكنات الموجودة. نعم. وأيضا إذا سبحان الله مثلا انتفخ ويه أو طلعت له مثلا خرائب في اللثة، هذا أيضا يعتبر من الحالات اللي تستدعي زيارة طبيب الأسنان. طبيب الأسنان بالضبط. وأيضا الأطفال اللي يعني يحصل ممكن تحصل إصابات في أسنانهم، والإصابات هذه تكون يعني مضرة بالنسبة للسن، بالنسبة للثة، أو أحيانا أيضا الشفايف. ففي الحالات هذه طبعا نحن نعتبرها حالة طارئة، فلازم يعني يسيرون عند أي طبيب يعني سواء في الإمرجنسي أو طبيب أسنان للمعالجة. ممتاز. وأضحك يعني بعد أو أذكر معلومة بعد ضرورية. نعم. الدراسات تبين أن ذروة إصابات الأسنان عند الأطفال تكون بين سن 2 و4 سنين. لهذا خاصة في الفترة هذه لازم يعني نوفر بيئة آمنة في أماكن اللعب. على سبيل المثال الأرضية اللي يلعبون فيها صغارين المفروض ما تكون يابسة، ونحاول نستخدم أرضية ثلجية خاصة. نعم. عند الأطفال الصغار 2 3 سنوات طبعا تعرفين كيف الصغار يلعبون. صحيح. والسقوط أكثر عندهم. بالضبط. فلهذا السبب يعني السقوط يعني حتى الدراسات تبين هاي الذروة هاي العمر السن هذا يعني من أخطر يعني السنوات حق كسورة وإصابات الأسنان. صحيح. أيضا نحط في بالنا أن أماكن اللعب لازم يكون في حجر وسيعة وخالية من زوايا حادة من الأسنان. يعني سبحان الله يعني الأطفال يلعبون في مكان صغير ممكن يطيحون، وإذا في زاوية حادة مثلا من الطاولة ولا شيء ممكن يتأذون بشكل. صحيح. وأكيد لازم يكون في إشراف من يعني حد كبير في البيت أثناء اللعب. وإذا لو سمح الله يعني حصل إصابة في أسنان طفل أدى إلى يعني إزالة السن من الفم، ضروري جدا أن ما نرد السن في مكانه. يعني إذا الطفل خلنا نقول يعني كقاعدة إذا عمره كان تحت 6 سنين ولا سمح الله طاح أو شيء والسن يعني 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 انخلع من مكانه. يعني انخلع بالضبط زي من مكانه زي، ضروري إن ما نعيد السن في السوكت أو في يعني في الفم. ترى هذا أغلب الظن يكون سن لبني، والسن اللبني عادة ما نعيده في مكانه عشان ما يأثر على السن الدائم. ممتاز. هاي نقطة جدا مهمة دكتور ذكرتها. هاي ضروري بالضبط. وطبعا لازم نضغط على اللثة حتى الدم يوقف. وإذا الدم وقف والطفل يعني ما عنده أي أعراض ثانية، ما عنده مثلا دوار، ما عنده دواخ، ما عنده يعني ما يعني ما يعني ما جاع أو شيء، فكل هالأمور يعني تطمن وتدل إنه بس الصدمة هذه بس يعني عشان خلع الضرس يعني مو بشيء أكثر. إنه مو بشيء أكثر، مو مثلا إصابة في الرأس ولا شيء. صحيح. لكن الأطفال اللي فوق 6 أو 7 سنين أغلب الظن الأسنان الأمامية تكون أسنان دائمة. ففي الحالات هذه لو سمح الله يعني طاح ولا شيء والسن انخلع، ضروري جدا إن السن هذا ينحط في كوب حليب. نعم. زين عشان الحليب يحمي أنسجة الأسنان لين ما يعني الشخص يعني يقدر يوصل لطبيب الأسنان عشان ياخذ الإجراءات المطلوبة. ممكن دكتور تعيد هذه النقطة مرة ثانية لأنها جدا ضرورية خاصة في هذا السن، وخاصة الأسنان الأمامية يعني حتى إذا انخلعت أو شيء يعني سبحان الله الواحد يتضرر حتى نقول نفسيا خاصة لو كان طفل. يعني تقريبا خلينا نقول معظم الإصابات الأسنان عادة تكون يعني على الأسنان الأمامية. نعم. فالأسنان الأمامية عندنا نحن أسنان لبنية وأسنان دائمة. الأسنان اللبنية عادة تطيح على عمر
سنين. نعم. الأجسام الثانية تظهر على عمر 7 سنين فوق. إنزين. فالحين إذا الإصابة كانت في عمر الأجسام اللبنية اللي هي تحت 6 سنين وانخلع الضرس بسبب الإصابة، السن هذا ما ينعاد. يعني ما رد أي. أبدا. إنزين. إذا هذا لازم خلاص يعني ينعك. إنزين. وإذا كان فوق 6 سنين. إنزين. وإذا كان فوق 6 سنين. يعني هو عادة فوق 7، بس نحن ك يعني عشان ناخذ يعني مثل ما تقولين عشان نتأكد، بعد أحيانا بعض الأطفال ممكن يعني يسننون قبل صحيح الوقت المحدد، فعشان شيء خلنا نقول إذا كان فوق 6 سنين والسن انجلع من مكانه وانخلع من مكانه، ضروري جدا أن هذا السن نحطه في كوب يعني يحتوي حليب بارد. الحليب البارد هذا يعني الدراسات تبين انه يحمي الانسجه. نعم. يعني المريض ممكن يوصل طبيب الاسنان عشان يرد او طبعا يقيم السن ويشوف اذا هل يصلح ان هذا السن يرده في مكانه ولا لا. ممتاز. اذا السن ما كان اذا كان السن يعني خلينا نقول جاف، او معظم الاحيان شو يصير السن الدائم يوم ينخلع الأهالي يحطونه مثلاً في كلينكس أو يعني منديل، فهذا طبعاً شيء خاطئ عشان هذا يسبب جفاف الأنسجة الموجودة، فبالتالي يقتل الأنسجة، فنسبة نجاح يعني السن بوضعه يعني في مكانه بشكل يعني كبير. صحيح. حطوا هالشيء في بالكم. يعني دكتور محمد، عندنا سؤال من أحد المستمعين، شكرا لبرنامجكم، يقول وتحية طيبة للجميع، أعاني من إصفرار في الأسنان بالرغم أن يعني عالج كثير دون جدوى، وحتى يعني عمل كثير من الأمور العلاجات الليزر وغيره، كيف يتم الاهتمام بهذا الموضوع؟ افيدوني لو يعني لو سمحتوا. طبعا اصفرار الاسنان يعني حاله لازم اولا تشخص ان هل الاصفرار هذا تسبب التلوين الخارجي او التلوين الداخلي. التلوين الداخلي هي يعني خلينا نقول اصابه تكون اصاب يعني من السن نفسه، يعني من أول ما يظهر السن لونه أصلا من داخل يعني داكن أو لونه أصفر، وأيضا يعني ممكن يحصل بسبب أدوية، في أدوية معينة إذا الأم كانت تأخذها يعني أثناء الحمل. نعم. ممكن يأثر على تكوينة الأسنان الدائمة، فالأسنان الدائمة ينتصها بشكل يعني مختلف بالنسبة للون، وأيضا في حالات أو في يعني يعني أمراض معينة أنه ممكن تأثر على تكوينة اصفرار الأسنان، وتأثر على طبقة المينا، فتسبب يعني نوع من التلوين اللي يكون التلوين الداخلي. نعم. أيضا في يعني في أشياء إذا الشخص كان معرض لها أثناء الطفولة يعني ممكن يؤدي إلى أيضا التلوين الداخلي للأسنان، فكل هاي الأمور طبعا دكتور الأسنان هو اللي يعني يقيم الحالة ويشوف هل التلوين سببه أسباب داخلية أو خارجية، بحيث يعتمد كذلك سبب نوع العلاج. نعم. الخارجية ممكن تكون سبب يعني ممكن تشوشات، أو ممكن تكون سبب الأكلات اللي يعني يأكلها الشخص، وأحيانا ممكن تكون سبب الأدوية اللي ممكن يعني تلون السن لكن مو بشكل يعني دائم. صحيح. وايضا احيانا يكون في بكتيريا، هاي البكتيريا ممكن تسبب تلوين ايضا للسن نفسه، يسمونها كروموجينيك بكتيريا، وهذه البكتيريا يعني ممكن عن طريق التنظيف تخوز، وايضا يعني والسبب الاخير يعني في اشخاص يعني بس يعني أسنانهم أصلاً لونها ما يكون فاتح وايد يعني. نعم. فمو شرط أن كل الأسنان تكون بيضاء في التفصيل. دكتور محمد في تراوح. نشكرك دكتور محمد، نتمنى لكم كل التوفيق. مشكورين شكراً.
الدكتور محمد منصور أخصائي طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك مستمعينا، كانت هذه آخر فقرة لنا في البرنامج، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد. نشكر فريق العمل ويانا في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية جميعا. ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي، وشاركني في التقديم اليوم الأستاذ عبد الله جمعة. إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد على صحة وسعادة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.